قديش ما ضاعش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شريك له، له الملك وله الحمد،
متبعك واقتفى أثرك وما أدراك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ويقول عز وجل في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ويقول رب العالمين في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول العلي القدير في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. نعم أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، حماكم الله من مكر المعتدين الغادرين، حماكم الله من مكر العابثين المفسدين، حماكم الله من مكر العملاء والجواسيس المتعاونين، حماكم الله من مكر المنتفعين والمتآمرين. أيها المسلمون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، في ظل انجمام العالم العربي والإسلامي في مشاكله الداخلية وفي ظل الانقسامات، تسير خطوات حثيثة تآمرية وتصفوية للقضية الفلسطينية بما في ذلك القدس والأقصى. وهذه الخطوات مترابطة ومتزامنة مع بعضها بعضا، فالقضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها. فخلال الأسبوع الماضي تصرح الناقضة الإعلامية باسم البيت الأبيض الأمريكي بأن اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية ليس شرطا مسبقا في المباحثات والمفاوضات. هكذا قالت وصرحت. أيها المسلمون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، ما معنى هذا التصريح؟ إنه يعني أولا أن أمريكا معترفة سلفا بيهودية الدولة. ثانيا أن أمريكا تريد أن تجر الفلسطينيين إلى شراك وشباك المفاوضات لتفرض عليهم خلال ذلك الاعتراف بيهودية الدولة، أي ليس بالضرورة الاعتراف بيهودية الدولة مسبقا وإنما بعد الشروع في المفاوضات. وهذا نوع من الاستدراج والخداع، وهما مرفوضان جملة وتفصيلا. أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، سبق أن أوضحنا الموقف الشرعي من موضوع يهودية الدولة، وأكدنا أن الديار الفلسطينية هي ديار إسلامية بقرار نزل من 7 سنوات من رب العالمين، وليس بقرار من هيئة الأمم ولا من مجلس الأمن. ثم إن الاعتراف بيهودية الدولة يؤدي إلى إلغاء حق عودة اللاجئين إلى ديارهم
كما يؤدي إلى ترحيل المواطنين العرب الفلسطينيين في مناطق 48. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن تبادل الأراضي المطروح في المفاوضات العبثية تصب في موضوع يهودية الدولة. وسبق لنا أن أصدرنا فتوى شرعية بتحريم تبادل الأراضي وأن التبادل غير مشروع. أيها المسلمون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، ومن ضمن مشاريع وخطط تصفية القضية الفلسطينية هو إبقاء المستوطنات أي المستعمرات واعتبارها مشروع. والمعلوم أن هذه المستوطنات منتشرة كالسرطان في أنحاء فلسطين، وهي تمزق البلاد وتشرد العباد. فكيف نتصور دولة تقام على ما تبقى من أرض فلسطين؟ إنها عبارة عن كنتونات متفرقة ومبعثرة. أيها المسلمون، يا خير أمة أخرجت للناس، ومن الخطط الجهنمية لتصفية القضية الفلسطينية هو شطب عودة اللاجئين إلى ديارهم، وذلك بدفع التعويضات لهم. ولا بد من التوضيح أن موضوع حق العودة يتعلق به الحق الشخصي والحق العام. فالشخص من حقه الشرعي أن يعود إلى بيته وأرضه وممتلكاته، أو إلى بيت والده أو جده، فهو وارث شرعي، والميراث لا يسقط بالتقادم. ومن لا يرغب في العودة لأي سبب من الأسباب، فإن البيوت والأراضي والممتلكات تعود إلى عامة المسلمين، أي إلى الدولة الشرعية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحويلها أو التنازل عنها للمحتلين. كما لا يجوز شرعا أخذ التعويض عن الأراضي والبيوت، لأن ذلك يعد بيعا. وسبقا أصدرنا فتوى شرعية بتحريم أخذ التعويض. أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإصرار والمعراج، أما بالنسبة للحق العام فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين، فإن أرض فلسطين هي أرض وقفية خارجية لا يملك أحد التنازل عن شبر منها، فهي تخص مليارين نسمة من المسلمين، ولا يسري عليها بيع ولا شراء ولا هبة ولا تفاوض. وحق المسلمين لم يسقط بتقادم الزمان، وما حصل أيام الفرنجة الصليبيين أوضح مثال على ذلك. أيها المسلمون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، ومن الخطط الجهنمية التصفوية للقضية الفلسطينية هو مقترح لتدوير البلدة القديمة من مدينة القدس بما في ذلك المقدسات، والتدوير مرفوض جملة وتفصيلا، وأن آباءنا وأجدادنا قد رفضوا فكرة التدوير عام 1947، وذلك حينما رفضوا مشروع التقسيم. ومن المؤسف أن نجد من المسلمين من يرى بالتدوير حلا للصراع القائم، ويتصورون أن التدوير أقل خطرا من التهويل، فهم يستسلمون للأمر الواقع. أما التدوير، إما التدوير أو التهويل كما يفكرون، ولا يفكرون باستعادة القدس لأصحابها الشرعيين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ونؤكد للمرة تلو المرة رفضنا لمشروع التدوير ولمشروع التهويل أيضا. وسبق أن أصدرنا فتوى شرعية تتعلق بعدم مشروعية كل من التدوير والتهويل.
فالتدوين والتهوين مرفوضان شرعا. أيها المسلمون، يا خير أمة أخرجت الناس. أما المسجد الأقصى المبارك فهو جزء من المخططات الإكرامية التصويرية، فموضوعه يتفاقم يوما بعد يوم، وأن الاقتحامات الأقصى تأخذ أيضا الطابع الرسمي السياسي بالإضافة إلى الطابع الديني. فالحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تخطط إلى أبعد من ذلك، فالأمر لم يعد يقتصر على الجماعات اليهودية المتطرفة فقط، وإنما الأمر يأخذ منحا خطيرا، وبخاصة أن كبير الحاخامات اليهود أصدر مؤخرا فتوى دينية يهودية بجواز صلاة اليهود في باحات الأقصى، وأن ما جرى يوم الثلاثاء الماضي من إغلاق الأقصى أمام المصلين والمصليات من هم دون الخمسين في ساعات النهار ليؤكد إصرار اليهود على تنفيذ مخططاتهم العدوانية بحق المسجد الأقصى المبارك. كما وأننا نستنكر تحديد الأعمار في هذا اليوم وحرمان الآلاف من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ويترتب على ذلك اليقظة والحذر، وعلى أهل بيت المقدس وأجناب بيت المقدس التواجد المكثف في رحاب الأقصى لإحيائه ولحمايته ولصد أي عدوان عليه، فهو أمانة في أعناقنا جميعا. فالأقصى يناديكم، الأقصى رمز حضارتكم، الأقصى جزء من إيمانكم، الأقصى أولى قبلتكم، وحماك الله يا أقصى. أيها المسلمون، يا خير أمة أخرجت الناس، لا تيأسوا لا تقنطوا، لكل أمر حين، خل البكا حينا، هاتي صلاح الدين، ثانية فينا الشامخ العردين، عزا وتمكينا، وجددي حقين أو شبه حقينا. جاء في الحديث النبوي الشريف: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لعدوهم ظاهرين، لعدوهم ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من الأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: في بيت المقدس وأجناب بيت المقدس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالنجاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قبل البدء في الخطبة أكرر ما ذكرناه بأننا نستنكر تحديد الأعمار بالنسبة للمصلين المسلمين وحرمان عشرات الآلاف من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وهذا أمر منكر لم يحصل في أي دولة من دول العالم. أيها المصلون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، أتناول في هذه الخطبة ثلاث نقاط بإيجاز. أولا: الأدوية المنشطة للذاكرة، يا
الكلية تروج بشكل حقوق بين الطلاب والطالبات، يقال عنها بأنها تنشط الذاكرة وتقوي الحفظ. ونتساءل لماذا هذه الحبوب لا تباع من خلال الصيدليات، وسبق أن تناولها عدد من الطلاب فأصيبوا بالهلوسة. نعم، أصيبوا بالهلوسة. وعلى كل الأحوال يتوجب على كل طالب أو طالب ألا يتناول أي دواء أو أي حبوب إلا من خلال طبيب العائلة، ويتوجب على الطلاب أن يكونوا حذرين من حبوب مجهولة المصدر فقد تكون لها علاقة بالمخدرات. أيها المصلون، يا أبناء بيت المقدس وأبناء بيت المقدس، ثانيا، النقطة الثانية تتعلق بمصاطب العلم في رحاب المسجد الأقصى المبارك. فإن الأقصى يزهو بهذه المصاطب ليعيد الأقصى رسالته الدينية والفكرية والثقافية والعلمية والحضارية. ففي العصور الزاهرة للمسلمين بلغت حلقات العلم في الأقصى ما يزيد عن 300 حلقة منتشرة في رحاب الأقصى وعلى مصادره. وبالرغم من المضايقات التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية بحق طلاب وطالبات مصاطب العلم هذه الأيام، إلا أن مصاطب العلم ستبقى بإذن الله قائمة تؤدي واجبها الديني، بل ستزداد مستقبلا إن شاء الله. وعليه ندعو المواطنين والمواطنات إلى الالتحاق بمصاطب العلم، ففي ذلك رضا من الله في الدنيا والآخرة. ونخص بالذكر أولئك المتقاعدين من أعمالهم ووظائفهم، فبدلا أن يكونوا قاعدين في بيوتهم عليهم أن ينطلقوا إلى الأقصى وأن يلتحقوا بمصادر العلم ليزدادوا معرفة بالإضافة إلى الطاعة والعبادة، وكما هو معلوم فإن طلب العلم عبادة. ثالثا، النقطة الثالثة والأخيرة تتعلق برفع الأذان في الأقصى وفي مساجد فلسطين. فإن وسائل الإعلام تناقلت بأن بلدية القدس الإسرائيلية تدرس مدى إمكانية التحكم بالأذان في مدينة القدس أو تخفيض صوت الأذان بحجة أنهم منزعجون من صوت الأذان. أما صوت الطائرات التي تحلق في سماء القدس لا تزعج، وأما صوت القنابل والرصاص لا يزعج حسب زعمهم. إنها قيم الموازين مقلوبة رأسا على عقب، ونؤكد بأن الأذان هو شعيرة دينية من شعائر الإسلام لا نسمح التدخل بها. ثم إن الأذان كان مرفوعا في فلسطين وفي الأقصى منذ 15 قرنا، وأن الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من رفع الأذان في جنبات الأقصى وفي سماء القدس، وهو الذي أول من رفع الأذان في الكعبة المشرفة أيضا في فتح مكة. فرضي الله عن بلال ورضي الله عن عمر بن الخطاب الذي دخل مدينة القدس مشيا على الأقدام، وسيبقى الأذان مجلجلا في جنبات الأقصى ومرتفعا في سماء
سماء القدس وفي مساجد فلسطين كلها بإذن الله. ومن ينتعج من الأذان فليرحم وحماك الله يا رب. أيها المصلون، الساعة ساعة استجابة، فأمنوا من بعد. اللهم آمنا في أرضاننا وفرج الكرب عنا. اللهم احمي المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم. اللهم هيئ من يوحد المسلمين ويحذو حذو صلاح الدين. اللهم ارحم شهداءنا وشافك ارحامنا واغفر سراح اسرانا. اللهم انا نسالك توبه نصوحا، توبه قبل الممات، وراحه عند الممات، ورحمه ومغفره بعد الممات. اللهم انا نحمدك على ما انعمت علينا من بركات السماء. اللهم اجعلها سر رحمه لا سر عذاب. اللهم نحمدك على ما انعمت علينا من بركات السماء. اللهم اجعلها سر رحمه لا سر عذاب. واقم الصلاه، ان الصلاه على الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر. والله اعلم. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استقيموا إلى الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.